انا عايزه حضرتك تهدى كده بقى شويه، لان بجد كابتن شريف يا جماعه هادي. لا انا عارفه حضرتك انت مش كده. طب ممكن تشرب ميه زي البرامج بقى؟ اشرب ميه. لا لا تهدى بجد والله، لاول مره والله العظيم كده. انا هادي، انا الحمد لله ربنا مديني ومديني كتير قوي. اديني اتنين افريقيا في ست سبع. لا 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 يعني حدث يعني حدث ولا حرج، دي حقيقه. يعني مديني مؤسسه انتمي ليها نعمه لاي حد من كانت تبقى اهلاوي. عندنا كلام كتير ونقوله وافعالنا. طب احنا هنكمل ازاي بالشكل ده؟ يعني على الاقل المباريات المتبقيه هيبقى الوضع فيها ايه؟ هل هتتلعب من منطلق انها تحصيل حاصل ولا نلعبها واحنا في انتظار اي مفاجات قدريه؟ يعني الامور هتمشي ازاي؟ احنا هنفضل في موقفنا السليم، في حياتنا السليمه، في مبارياتنا، في كل حاجه. ياما حاجات بتحصل في الدنيا، بس الحكايه دي كلها لازم الناس يبقى عندهم شويه يعني الظلم وحش وعدم تكافؤ الفرص اعتقد سيء جدا. يمكن الكابتن سيد عبد الحفيظ تحدث اكثر من مره، اديني تكافؤ فرص، انا مش عايز اي حاجه تانية، اديني حقي، انا مش طالب اي حاجه تانية. ف على كل حال ممكن انتقل معاك لنقطه مهمه برضو، فكره بقى الفريق بتاعي. تعالى نتكلم شويه ومش هننسى ده، بس هننحيه جانبا شويه، التحكيم. ازاي بتشوف برضو اداء اللعيبه في هذا الموسم في الدوري؟ وهل احنا عندنا برضو بعض الاخطاء، بعض التجاوزات، بعض الامور، النقاط اللي انا عايز احسنها؟ اللاعب ده مثلا مستوى ما كانش قد كده، يعني خليني اعرف من حضرتك برضو تقييمك. بصي انت فاتحه شقين دلوقتي انا هجاوبك فيهم. انا من ايام انا كنت بلعب ما كانش عندي حكايه كل 72 ساعه ماتشين. هي ظروف، ولا كان عندي الاحتراف، ما كانش عندي وقتها حاجه اسمها احتراف. فانا بحاسب اللعيب دلوقتي انك انت محترف، صحيح، زيك زي اللعيبه كلها، زيك زي العالم كله. كل ما فيه ان المناخ بس الاحترافي يبقى في مصر ممهد احسن من كده، من ادوات لبنيه تحتيه لكل حاجه، ودي اللي الدوله كلها بتحاول النهارده تعمل الملاعب، تخلي الامكانيات كلها متاحه، انك انت ما يبقاش عندك اصابات كتير بسبب ارضيه بتلعب عليها، الاجواء العامه تقولها مسهله، الشكل الدولي والشكل المحلي يفضلوا يوفقوا بينهم، ويبقى في حاله فيها من العداله للعيبه كلها وكل حاجه. فكل ده طالع ابجريد بالنسبه للعبه نفسها. انما قصه ان انا اجي على لعيبه بتلعب في افريقيا وبتسافر وترجع تلعب محلي وترجع تلعب في بطوله، هي بتكسب بطولات كلها كويس وبتصفي التصفيات. أيوة كلها. ايوه صحيح. وبتسافر تلعب تمثل مصر في كاس عالم للانديه وبتكسب، وغيري قاعد مرتاح ومريح وواخد بيتكلم عليها بس في التلفزيون، قاعد يقول لك عمرك ما هتكسب ولا تاخد ميداليه، عمرك مش عارف ما هتعمل ايه، لو خدت الدوري هحلق شعري. احنا قاعدين فين؟ لا 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 لا، اللغه غير مقبوله. لغه غير مقبوله من البعض برضو، خلينا نقول مش الكل. لو مش عارف ايه يا عم، ما تشتغل، انت معاك فرقه كويسه وانت كويسين وتقدروا تكسبوا عادي جدا، من غير مساعده، من غير اي حاجه. ليه بتشوه صورتك وليه بتشوه صورتك؟ بتقلل نفسك لما تتكلم بالطريقه دي، فيها تقليل للذات يعني. نهينا عن دول كويس، انا بتكلم عن نفسي انا. فانا بتعرض لاصابات، بتعرض لكل 72 ساعه ماتش، بتعرض للارهاق العام النفسي وانا لا ارحم كمان جمهوري لا يرحم، ولا انا برحم نفسي. صح. انا كل ما بتجيلي بطوله هل من مزيد، صح، هل من مزيد كويس، كل ما بتجيلي بطوله احطها عندي في، ولان انا الدستور بتاعي بيقول كده، انا ما بتعادلش. اديك شفت امبارح اتعادلنا مش اتغلبنا، اول امبارح اتعادلنا مش اتغلبنا. ها الدنيا قامت وقعدت والناس مش طايقه نفسها، وتليفونات لينا وتليفونات للكلام وبنتكلم بعض. التعادل من وجهه نظر الجماهير بطعم الهزيمه للاسف، ده بطعم يعني. ما ينفعش انت بتروح تلعب في افريقيا مفيش اكسجين، بتلعب ويوم ما بيجرى لك حاجه بتبقى مش طايق، وبتحمل اللعيبه وبتحمل الجهاز الفني وبتحمل كل حاجه. فمركزك في مركز النادي الاهلي وقياده النادي الاهلي مش سهل، حد واحد بس اللي هو الفوز والبطوله. فانا ما حدش بيرحم اللعيبه، انا مش قادر اقول للعيب انت كويس ولا وحش. صحيح. اللعيب كله 48 ساعه بيلعب ماتش. صحيح. مش انا فعلا. ما اقدرش. صح. العضلات دي عضلات انسان يعني، مش طبعا. ولازم عندك يبقى اثنين ثلاثه في نفس المكان في كل حته، عندك مستشفى في حاله في نفس المكان في نفس الوقت، انت صاحب البطولات وصاحب الانجازات. فاوعى او اوعى او اي يوعى او اي حد موجود يتكلم على اي لعيب، بتكلم لا يقول موسيماني وحش ولا يقول لعيبه وحشه
ولا يقول الإدارة وحشة ولا يقول أي حاجة وحشين، لا دي ظروف إحنا بنعدي فيها أكننا في حرب، بنحارب هنا وبنحارب هنا وبنحارب الشكل العام كله اللي مستكتر عليه. ويا ريتها حرب شريفة وفيها نبل في الخصومة.